السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. طبعا دلوقتي يا جماعة حلقة جديدة عشان نعرفكم على كلاب جديدة لسه جاية المزرعة حالا، ما صورناش وصحابها بيسلموها، بس لازم ان احنا نصورهم نعرفكم الكلاب دي ايه وواصلة فين وسلوكياتهم ايه والحاجات دي كلها. طبعا وصلنا للكوكيجن او الكلب الكوكازي. كوكيجن طبعا كلاب ضخمة جدا، عندنا في ادي واحد اتنين تلاتة، في بنوتة هناك اهي كمان، تمام. طبعا تلات كلاب كوكيجن داخلين للتدريب، في منهم كلب زي ارطغل كده، ده جاي هادي جدا مش شرس، ده المفروض ان احنا هنخليه شرس، كلب هادي وكلب متعود على كل الناس، عنده حالة اجتماعية كبيرة. مشكلة ارطغل دلوقتي وانا واقف جنبه بنعمل ايدي كده لقيت فيه حشرات كتير، تمام، وطبعا ده بيكون سبب رئيسي اهو. بس ارطغل اهو شايفين يا جماعة في حشرات جوه اهي، طبعا ده هياخد حقن دلوقتي علشان موضوع الحشرات دي. مشكلة ارطغل ممكن تكون الحشرات كمان في جسمه ضعيف والحاجات دي كلها، فالحاجات دي هنبدأ نشتغل عليها. ارطغل من محافظة اسكندرية وهيرو وليندا من محافظة بني سويف. طبعا يا جماعة الكلاب دي احنا لسه مستلمينها امبارح، تمام. ارطغل قلنا ركزوا في الاسماء، ارطغل هيرو ليندا اللي قاعده هناك دي، ثلاث كلاب كوكيجن، تمام، لسه مستلمينهم من امبارح. ارطغل مشكلته كلها ان هو هادي جدا مش شرس خالص، ما عندوش اي شراسه خالص، يعني عنده نسبه هدوء رهيبه، كلب اجتماعي، كلب متعود على كل الناس، ما بيعملش اي مشاكل، تمام. تعالوا بقى الهيرو، هيرو عنده حاله اجتماعيه بنسبه 100% ان هو تعالى هيرو، تعالى هيرو، تعالى تعالى هيرو، طبعا بنسبه 100% كلب طبعا عنده حاله اجتماعيه كبيره، تمام. مشكلته ان هو عادي خالص مع اي حد، متاح ان اي حد يحله، متاح ان اي حد يلعب معاه، الكلام ده كله. كلب شخصيته مش قويه، يعني ما عندوش ان هو حد لو قرب له يبدا يزوم يبدا يهيج عليه الكلام ده كله، لا. بس طبعا الحاجات دي كلها هنحطها في الكلب ده، وبالفعل احنا اشتغلنا معاه يمكن من ساعه بالظبط، ابتدينا ان احنا نغير فيه حاجات كويسه، تمام. هو وارطغل يعني الاثنين، الكلاب الكوكيجن بسم الله ما شاء الله، في كلاب كوكيجن بيبقى دمها حامي شويه، اول ما بتبدا تشتغل معاه بتبدا تديك ناتج سريع. اما بقى بالنسبه لليندا، بقى ليندا دي بقى موضوع كبير شويه. ليندا كلبه شرسه، يعني مش شرسه بنسبه 100% برضو، الشراسه اللي فيها شراسه، فيها مشكله سلوكيات. يعني ايه؟ الكلبه دي صحابها اول ما جابوها اشتكوا منها كتير وقالوا يا كابتن ان هي بتعض في الخشب في البيت، بتعض فينا في ايدينا، بتعمل حاجات غريبه، ما بتسمعش الكلام، عناديه فيها 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 فيها، قالوا فيها كلام كتير. كلبه على فكره كلبه جميله جدا، بس المشكله في ليندا عندها سوء تربيه. طبعا المشكله كلها تعود لصاحب الكلب في الاخر. ليندا مشكلتها ان هي ما بتاخدش على حد بسرعه، تمام. كلبه عندها رغبه في ان هي تكون شرسه وفي شراسه وكل حاجه، لكن بتستعمل الشراسه بتاعتها غلط، ممكن اي حد واقف جنبها مثلا، طبعا هم قالوا لي ان اي حد لو واقف جنبها وبتبص لها دخلت عليه مره واحده، ده لما بيكون في الشارع، لا احنا عايزين نلغي الحته دي، لان بعد كده يكون الهجوم بتاعها بناء عن ان صاحبها بدا ان هو يقول لها يلا اهجمي او كاتش او حاجه زي كده، تمام. فده اللي انا شفته في ليندا. ليندا طبعا انا اتعرفت على ارطغل وتعرفت على هيرو، تمام، ودلوقتي هنبدا ان احنا نشيل الكمامات. تعالى تعالى هيرو، ايه، هنبدا ان احنا نشيل الكمامات عادي، بس طبعا شلنا الكمامه بتاعت هيرو، تمام. تعالى يا ارطغل، تعالى هنشيل الكمامه بتاعت ارطغل برضو، تمام، اهو عادي خالص، تمام. طبعا شلنا الكمامات بتاعت الاثنين اهو زي ما احنا شايفين، باذن الله ومشيئة ربنا نبدا نشتغل معاهم. ليندا بقى دي هنسيب الكمامه شويه لحد ان هي ما تتعود. تعالى ليندا، ايه، شاطر. طبعا هي قلقانه من اي ايد تتحط عليها، شاطره قلقانه من اي ايد تتحط عليها، لسه ما خدتش عليها لان هي لسه جايه امبارح، تمام. هنسيب الكمامه شويه، احنا ممكن ناكلها عادي من خلف الكمامه او تشرب ميه عادي، مفيش اي مشكله. باذن الله هنبدا نتابع معاها وهنبدا نتابع معاها. طبعا هيرو بدا ياخد على الموقف، ايه ايه بتلعب،
هيرو تعال اقعد يلا اقعد يلا شاطر. طبعا دلوقتي هو في حاله تعارف برضو. ايه يا هيرو؟ شاطر. اقعد يلا هيرو. عيب. طبعا هو في حاله تعارف برضو. بس طبعا الكلاب الكوكيجن لما بنيجي نربطها في الشراسه بيكون لها طابع غريب غير الكلاب التانيه، فبنحتاج ان احنا نكممها علشان لو في ليش اتفك تمام او في ليش اتقطع. طبعا ده بيكون بسبب قوه الكلب نفسه، بنبدا ان والكلب جري مثلا على الشخص اللي قدامه، فبيكون الكلب مؤهل. بس يا هيرو طبعا بنبدا ان احنا نكون مأمنين على الشخص نفسه، يعني على المهاجم نفسه. لا الكلب لابس كمامه ما بنخافش عليه. بس يا هيرو طبعا ارطغل، ارطغل برضو جاي هادي جدا، بس برضو بدا ان هو يقول معانا في الشراسه الحمد لله تمام. بس يا ارطغل ايه كلاب زي دي، كلاب زي دي لما بتوصل لمرحله شراسه ما بتهزرش على فكره، بتكون شرسه جدا، يعني بتكون اصعب من اي كلب تاني. فلازم نعود الكلب من البدايه على الكمامه. الكمامه الكلب لما يكون متكمم بيقدر ان هو يهجم بثقه. بنبقى احنا مطمنين كمان لو قطع ليش قطع حاجه زي كده، فاحنا بنبقى مطمنين ان الكلب حتى لو انطلق وفي ليش اتقطع في كمامه هتمنع الخطر شويه. فطبعا ده بيكون افضل وبيكون احسن بكتير. باذن الله هنبدا نشتغل معاهم وهنتابع معاهم مع نركز في الاسماء وفي الاشكال تاني. طبعا ارطغل اهو، ارطغل مع هيرو تمام، مع ليندا طبعا ما عندهاش ثقه في كل حواليها، ف لسه طبعا برضو ما خدتش على الموقف كويس، وده بناء عن نسبه الدلع اللي كانت ليندا بتدلعها كتير تمام، وده ما اثر على سلوكيات. بس طبعا هي لسه في حاله استغراب، كل فكرتها ان هي تفك الليش وتجري الحاجات دي كلها. بس طبعا واحده واحده باذن الله هنبدا نتابع معاها في الحلقات اللي جايه. اما الكلاب اللي فات القديمه بقى اللي عندنا احنا عارفينها كلها، وعارفين نظامهم ايه، وعارفين اساسياتهم، وعارفين سلوكياتهم، وكل ده بيتغير معانا باذن الله في فتره التدريب باذن الله وبمشيئة ربنا. لما نيجي نوصل للمرحله الاخيره طبعا هتشوفوا وهتتابعوا معانا، على اساس ان احنا لو نزلنا اي مقاطع في ستوريهات او مقاطع في فيديوهات تبقى كل الناس اللي معانا عارفين الكلب ده ايه والكلب ده ايه. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل متابعينا، واحلى مساء عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كابتن البرع في اعلى المزارع، هوم دوكس في ضمانهم، رجوله ومجدع وسته مسمع، اخونا الكبير ابو نور، شرف بلدنا ومنه استفدنا، ابو نور حبيب الجمهور.